اكس والقطعه او نصف المستقيم. شنو هو المستقيم؟ المستقيم هو واحد الخط لا محدود. الا بغينا نقولوا نبقاو غادي لا محدود كيمشي، ومن هنا كذلك كيمشي. هذا هو المستقيم، ما عندوش هنا الحد وما عندوش هنا الحد، هذا هو المستقيم. نقدروا نعطيوه سميه، نسميوه مثلا دي، مثلا مستقيم دي، ولا نسميوه مستقيم، ولا نسميوه دلتا، ولا نسميوه بي، ولا نسميوه سميه. ونقدروا نديروا فوق منه جوج نقاط ولا ثلاثه، هو بعدا كله مجموعه نقاط. هذا المستقيم راه نقاط، كل نقاط هذه النقاط اون دووات هو واحد لين إيليميتي هو خط لا محدود. اون دووات سيتي لين إيليميتي هو خط غير محدود، هو أونسومبل دي بوان. مجموعة نقاط كما قلنا هنا، هو كل نقاط. إذا حنا كنختارو منو مثلا جوج نقاط، وكنقولو هذه نقطة أ وهذه نقطة بي. إذا بغينا نسميوه كدروات أ بي، وكنكتبوها بهاد الشكل، كنديرو لي بارونتيز بحال هكا. إذا كان لي بارونتيز، إذا شفتي هذه عرف هذا راه سيتي دروات، دروات وفهم، خصك تفهم بلي هاد الدروات راه غادي ممساليش، ومن هنا غادي كذلك لا محدود. إيليميتي أون دروات سيتي لي إيليميتي، كنكتبوه كنقولو دروات أر بي، دروات أر بي، وكنسميوه بالنقاط ديالو. هاكذا. إذا دابا عرفنا شنو هو الدروات، قال نعرفو سيدي شنو هو الدومي دروات. الدومي دروات هو هذا اللي هنا الشيء مثلا، هذا اللي غادي هنا، هذا دومي دروات. من هنا لهنا هذا سميتو دومي دروات. كنقولو بي مثلا هنا سي، كنقولو سي مثلا، كنديرو سي هنا، كنقولو بي سي، وكنديرو وكنكتبو بحال هكا بي سي. هذه كتعني هنا راه محدود، ما عندكش فين تزيد، هنا تحب صافي. كتعني هذيك المعقوفة كتعني محدود من جهة النقطة بي، من هنا المعقوفة هي من جهة النقطة بي محدود، ولكن من جهة النقطة سي درنا غير قوس، يعني لا محدود، مازال غادي ما وقفش هنا، مازال غادي. إذا كان القوس يعني راه غير محدود غادي، ولكن هنا تحبس، هاهو تحبس هنا. إذا شفتي هادي عرف بلي راه كنتكلم لك على من هنا لهنا، هنا لا مكنتكلموش عليه، كنتكلمو من هنا لهنا. إذا شفتي بحال هادي معقوفة وقوس، هذا كيتسمى دومي دروات. دومي دروات حتى هو كيمتلي هاد الدروات، حتى هو جزء من الدروات، هو طرف من هذاك الدروات اللي لا محدود، من هذاك المستقيم اللي لا محدود، كنسميوه دومي دروات، نصف مستقيم، دومي دروات، وكنكتبوه بهذا الشكل، معقوفة، دومي دروات كنكتبوه بمعقوفة وقوس. إذا كان محدود من جهة بي كنديرو المعقوفة جهة بي، ولكن إذا كان محدود من هذه الجهة كنديرو المعقوفة لهذه الجهة ونخليوه مطلق من الجهة. دومي دروات هو اللي محدود من جهة ولا محدود من جهة أخرى، من جهة أخرى ما محدودش. أغادي ندير شنو الآخر؟ الآخر هو القطعة، القطعة هي اللي من هنا لهنا ولا من هنا لهنا، هذه كتسمى قطعة، كنكتبوها بهذا الشكل. هذه أ بي كنكتبو أ بي، كنسدوها من هنا ومن هنا بجوج معقوفتين. هذه قطعة سيغمون، لو سيغمون هو القطعة المحدودة من جهتين، من هنا ومن هنا. إذا فاش تشوف معايا هذه معقوفة
من هنا ومن هنا عرف راه كيتكلم لك غير على منحة الدهن اللي هنا، ما تفوتش هذا الوسط. علاش هذا الشيء؟ لأن إلا قال لك واش هذه النقطة كتنتمي لهذي، غتقول لي كتنتمي ولا ما كتنتميش بناء على اللي شفتي هنا. إلا قال لك مثلا عطيك شفتينا واحد النقطة وحطيناها هنا وسميناها مثلا دي، هذه دي النقطة دي ياك دي، وقال لك واش دي كتنتمي لهذي مثلا قال لك واحد النقطة دي، وقال لك هنا دي لينا أباغ، قال لك قول لنا دي واش أباغتيها لأبي ولا لا، هاد أبي شنو هو؟ هو المستقيم، المستقيم لم يدو غادي من هنا ومن هنا. إذن هذه الدائرة تنتمي لها محطوطة فوق منه، إذن هذه تنتمي، ولكن الدي واش كتنتمي لأبي؟ هاد القطعة نشوفوا فين كاينة القطعة، هي من هنا لهنا داخلة فيها الدي؟ لا ما داخلهاش، من هنا لهنا غير أبي، أبي القطعة أبي من هنا لهنا داخلة فيها هاد الدي؟ ما داخلهاش، إذا غنديرو لا تنتمي. ولا عطانا واش هاد الدي تنتمي النصف المستقيم الدومين دروات بي هاد الشيء غادي عند السي، كاين الدي وين تسمى الدي ابارتي. دابا فهمنا مزيان، هذا دروات سيتي لين ايليميتي خط غير محدود من الطرفين من هنا ومن هنا غير محدود، وهذا دومي دوات كيكون محدود من جهه، اما من هذه الجهه وكيديروا لك كروشي، ولا من هذه الجهه كيكون محدود غير من جهه واحده. وهذا هذه سيغمون، ان سيغمون، سيغمون هو قطعه، قطعه محدوده من جهتين من هنا ومن هنا، نقدر نقول لك قطعه ا بي، ولا يقول لك قطعه بي دي، ولا يقول لك القطعه دي سي، ولا يقول لك القطعه أسي من هنا لهنا، أسي هذه قطعة وهذه قطعة وهذه قطعة، يعني كتكون محدودة عندها ليميت، عندها ليميت، عندها ليميت من هنا ومن هنا، كتكون ليميتين من هنا ومن هنا، محدودة قطعة. إذا أرجو تكونوا استوعبتوا هذا الدرس ديال دغوات دومي دغوات سيغمون، دغوات دومي دغوات سيغمون. في الدرس الجاي اشنو غنشوفو؟ غنشوفو دغوات باراليل، دو دغوات باراليل، و دو دغوات سيكونت، و دو دغوات بيربونديكولير، مستقيمان متوازيان، مستقيمان متقاطعان، مستقيمان متعامدان. غنشوفو هذه في الدرس القادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.